قيصر الهاشمي مفتش سابق. شكرا جزيلا، أنا تشرف وراح أبقى مفتش حتى إذا مو بصفتي الوظيفية، لأن يعني هذا بلدي، فراح أبقى أفتش عن الخير البلدي وهذا والارتقاء به. عنوان، وهذا الشيء أنا يعني مو شيء جديد ولا شيء مثل ما نقول أعتبره فد ميزة أو فد شعار، هذا من المفترض يكون واجب مقدس. والحمد لله وشكر أسرتي دفعت من أبناء عمومتي بيت النوري والهاشمي والمبرقع هلك خوذ زلمي، آلاف والسلطة 460 السلطة شهيد يومية باتلها بحفن سيد. دير بالك، وهي فاحنا لا حد يستكثر علينا ولا حد يشكل علينا، لا حد يجي يقول لي أنت ليش وأنت شنو وسويت، لا هذا ديدني وديدن. راح تنام بقبرك مرتاح، وإحنا كل إحنا نموت، اللي يدعي الشرف والشريف واللي أخطأ بحق نفسه كثيرا. لذلك أنا مرات ويسألوني جماعة وخاطب بقسوة، لأن تعرف مرات عندك واحد ميت تستخدم له الصعقة الكهربائية وهي قاسية، مو ترجى كله، لأن الطبيب مو ظالم مو قاسي، لكن عسى أن يسترد أنفاسه. لا تنسى أكو شخصيات حاربت، قوات وجيوش عظيمة بوسائل بدائية في سبيل انتزاع حقوقها، وهذا هو الإيمان. فلا حد يستكثر على الناس مهما كان يعني صغر إمكانياتهم أو وضعهم. الخط الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. الجهاز الذي تعمل به له موقف مع العراقيين. لما أنا قلت الملثم القذر النزل، لا حد يتصور أنه هذا ينتمي إلى المؤسسة الحشد. لا حشد. الحشد البطل اللي جاب. لكن شوف لما يدمرون مؤسسات بسمعتها بنضالها بكبريائها بمواقفها يجلدون مثل هؤلاء وينسبون إليهم. لا، خلونا، ليش أنا أقول دائما خلونا نفهم صح، خلونا نفهم. عنصر الحشد اللي يروح مع احترام، احنا كنا عراقيين، عنصر الحشد اللي يحمي حيوانات تابعة لعراقي مو من نفس الديانة يجي يقتل عراقي؟ ولذلك أنا هاي الصور الجميلة ليش تشوهها بملثم؟ هو لو زلمة، هاي مو ظاهرة، لا حالات بسيطة. خلي أقول لك سالفة، هو لو زلمة أو صاحب حق يموت على مال على دين على عرض على وطن، يطلع راسه وجر ورا قدام الناس ويقول لاني بس جبان، هذول الجبناء اللي أضروا بالبلد واللي يقدمون أمام الناس علي بابا وسراق، ذول الذين يجيب الآن سيدنا كيف يمكن استئصالهم هذه الأدرار الخبيثة؟ ذول أدوات حتى ننطلق إلى الأمام، أدوات للتدخل الخارجي من حيث لا يشعرون أو يشعرون، استغلوا غباءهم. هذول من حيث لا اللي ذول اللي يقومون بهاي العمليات الإجرامية، ذول ضد بناء الدولة، ضد بناء الإسلام إذا هم إسلاميين، ويعطون مبرر للتدخل الأجنبي سواء كان تدخل أمريكي أو غير أمريكي. فلا يعتقد هو بهاي المباراة يحافظ على الدولة، بالعكس الآن القوات الأمريكية المتواجدة بالعراق تقول أنا ما أقدر أطلع العراق لأن العراق ما مستقر أمنيا. إحنا نعرف هاي حجة، بس أنا ليش أنطي الحجة؟ ليش أنطي المبرر؟ أبني بلدي وما حك جلدك كظفرك، مو ولعنة الله. أقول هاي العبارة، لعنة الله على كل من يرضى بأجنبي، ولعنة الله على كل من يمد يده لأجنبي على حساب بلده، ولعنة الله على كل من قبض من أجنبي وإن كان سنتا واحدا على حساب مبادئ هذا الشعب الجريح. بصريح العبارة أقولها، لذلك يجب أن تسقط هذه الذيول. أنت لازم تجرنا للسياسة، العراق مليان خيرات ما نحتاج ناخذ من الأجنبي، إحنا نعمل بإمكانياتنا بثقلنا الشعبي بثقلنا السياسي. ليش ما نلتم إحنا نعمل؟ ليش يوميا خلي يأسسون شركات، خلي يأسسون شركات، شركات قابضة تعمل لبناء الدولة، مستغلين إمكانياتهم، مستغلين يسوون شركات يعمرون البلد، مثل ما الآن أغلب الأحزاب عندها شركات عظيمة هي تبني البلد مو تأخذ من البلد. إحنا نعلمهم شلون الموضوع. ليش يبقى واحد إيده ممدودة؟ خلينا للآخرين قصدي ممدودة مو لله.